مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامج المغيسل. واليوم معنا كالعادة الشيخ علي الحوالة. مساك الله بالخير شيخ. مساك الله بالخير. في نصائح تبي تقدمها حق الناس اللي لا تروح المقبرة ولا تروح المسجد، ايش تنصحها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنصح كما نما إلى علمنا في كثير من الأوقات أنه في أناس لا يدخلون المساجد أو المقابر إلا محمولين على الأكتاف. أنصح الأحياء، أما الأموات أفضوا إلى ما أفضوا إليه، أسأل الله أن يتجاوز عنه. إنما أنصح الأحياء أن يتعظون بأن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أن يرجعوا، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما حرم الظلم الشرك بالله والإضرار بالناس، أن لا يشركوا بالله وهو خلقهم، وأن لا يضروا مخلوقا، وأن يتجنبوا الظلم، وأن يتمسكوا بطاعة الله. فانظر إلى الصين وهي غير مسلمة، عندما أصابهم ما أصابهم من وباء وبلاء، فعلموا أن هذه من هذه الأمور المنهي عنها في الإسلام، وهم ربما جزء منهم غير مسلم، فجمعوا الخنازير والصراصير وما أدري إيش إلى هذا، أنا رأيتها بالتلفاز وعسى أن يكون رأيي سديدا، فأحرقوها وقالوا، وبعد ذلك جاءوا للمسلمين يقول ادعونا، فمن باب أولى على المسلمين. نحن أيضا ترانا إن لم نتجنب الحرام والشبهات وأن نتق الله سبحانه، لا نألف المنكر وأن نأمر بمعروف، فهم أكلوا صراصير أو ديدان أو فئران أو خنازير محرمة ونهى الشارع عنها وهم غير مكلفين بذلك، فنحن من باب أولى. ربنا ماذا قال؟ وتأكلون التراث أكلا لما، التراث هو الميراث، نأكل الميراث أكلا لم، حقوق آباء وأمهات وأجداد وجدات وربما زوجات، ونشرب ما نشرب ونقول هذه مشروب روحاني أو مشروبات روحية أو كذا. اللهم استودعتك من بات في قبره وحيدا، رب اجعل أعماله مؤنسة له، واجعله ينام قرير العين مطمئنا برضاك وعفوك. ونأكل لحم بعضنا بعض، والله سبحانه وتعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، بل تعدى الأمر إلى لحوم العلماء الذي قال ابن عساكر، فإذا كانت لحوم العامة محرمة فلحوم العلماء مسمومة فلا تقربوها، حتى من هم مثلي وأمثالي وأرباع المتعلمين صاروا يتطاولون على علماء ومراجع، وهذا لا يخدمنا لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا دين حقيقة. أما أن نلتزم، لأن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الشر عندما يأتي يعم، لكن الخير عندما يأتي يخص، لن يستثنين الله من بين الناس سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين. وقالت عائشة أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم لكن تبعثون على نواياكم. فنحن ينبغي أن نأخذ بالأسباب ونطيع ماذا تقول وزارة الصحة، ونلتزم بهذه الآداب دون تردد، ونلغي الاجتماعات كما قالت وزارة الأوقاف والصلاة، وهذا أمر مفروغ منه، والعلماء هم الذين يدلون دلهم بذلك، أنا لست عالم ولا مفتيا، إنما نخرج بنتيجة ونخرج إن شاء الله بسلامة للجميع. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، أن يحفظ فيه أمير البلاد وولي عهده من الآفات والأسقام، وأمنحنا وإياكم قوة وعافية في الأبدان وأمناً وسعادة في الأوطان، وأن يوفقهم كرعاة للرعية، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تقية تعينهم على إدارة البلاد والعباد
بالحكمة والحنكة والروية، إنه هو أهل ذلك والقادر عليه. هذا ما أقوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، لأن المراد بالعلم معرفة الشيء على ما هو عليه، والمراد بالقول الانتفاع. فنحن أمة اقرأ، لكن للأسف نقول في بعض الأحيان لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نفقه، وإذا فقهنا لا نعمل. فالله يحذرنا كل تحذير: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لو أن البكاء يعيد من رحل، لأرخصت لأجلك ماء المقلب، لكن قدر الله وما شاء فعل، لا فرار من الموت إذا جاء الأجل. شيخ علي، هذه السطحة الجميع راح ينام عليها وراح يغسل من هذا المكان، شو تقول للشخص اللي لا راح مقبرة ولا راح غسل ولا خدع أحد ولا لا شغل في الناس ولا دخل مسجد، شو تقوله من خلال برنامج المغيسل؟ والله أنا سبق وأن بيّنت هذا وقلت، وأعتقد قلت ما في الكفاية والكثير، لكن أكرر وأقول ما يمنع هذا، إن الإنسان لك في كل صلاة، عندما تصلي من صلى على جنازة له قيراط، والقيراط كمثل الجبل العظيم، يعني كما جاء في الحديث، ومن شيعها فله قيراطان، فأجر عظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لزيارة المقبرة قال: إني نهيتكم، وهذا حديث متفق عليه بين الشيخان، وذكرنا الحديث الذي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة النساء وغيرها. لكن أيضا لمن زار القبور عليه أن يتعظ، ألا يأتي، من الآداب الزيارة أن يأتي إذا سلم على مصابا، لأن التعزية هي في اللغة معناها إيش؟ معناها التسلية، أن تسلي هذا وتواسيه وتخفف من مصيبته الذي تضمحل ربما بعد 3 أيام، لكن لا تأتي مبتسما ومبتهجا هكذا، وإلا أن تكون شامتا. فأن تأتي أن مصيبتك مصيبتنا، وأن تحترم تراعي مشاعر الآخرين في هذه الأموال. وكما قال الحسن البصري: عجبت لمن يضحك من الأفي ولا يدري أساخط الله عليه أمراض، وعجبت لمن يغسل ويدفن، عجبت لمدفون الغد، بالأحرى إذا قال أبو الدرداء هذا، كيف يدفن اليوم ويضحك؟ والإنسان اللي يضحك دائما أن يأمن العواقب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جزاك الله خير شيخ علي الحوالة، ما قصرت، أنت تتحفنا كل يوم في موضوع جديد وقصة جديدة، إن شاء الله نتعظ منها. نشوفكم على خير باكر في موضوع آخر، ومع الشيخ علي الحوالة نقول لكم لا فرار من الموت إذا جاء الأجل. يسرقني الحنين بين حين وحين، فيعيد أمامي شريط السنين، ويذكرني بيوم فراقنا الحزين، حين لم أستطع تقبيل ذاك الجبين، والناس حولي عن الشمال وعن اليمين، وأنا أتساءل: يا عيني أحقا ما ترين؟ وأنا أتساءل: يا عيني